أولا الزيارة نتاع السيد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد كانت زيارة بدعوة من الاتحاد الجزائري لكرة اليد في إطار برنامج خاص بتكوين يعني على مستوى الاتحادية، وإحنا كنا نتطلع لهذه الزيارة منذ مدة، وانتم تعرفوا باللي الفترة العصيبة اللي مرت بها كرة اليد في الفترة السابقة، وربما كما صرحت للسيد رئيس الاتحاد الإفريقي والذي كان له دور يعني كبير في حلحلة الوضع، برامج يعني طموحة مع الاتحاد الإفريقي لكرة اليد من أجل استضافة عديد الاستحقاقات الإفريقية خاصة المتعلقة بالفئات العمرية يعني الـ21 والـ19 اللي راح يكونوا ربما لهنا، أيضا ربما ترشح الجزائر لاحتضان بطولة الأمم الإفريقية لسنة 28، احتضان أيضا البطولة الإفريقية للأندية، احتضان أيضا البطولة الإفريقية البطولة النسوية أيضا لكرة اليد. يعني هناك كثير من المشاريع اللي تم مناقشتها مع الاتحاد الإفريقي ومع الاتحادية الجزائرية اللي ربما ستساهم حتما في أنه تعود ترفع وتعيد كرة اليد الجزائرية إلى مكانتها الطبيعية في القارة الإفريقية.